أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا دراما بحرينية، وما زلنا نتحدث عن الأعمال الدرامية البحرينية المنتجة في البحرين في حقبة السبعينات والأعمال الخليجية والعربية اللي تم تصويرها في البحرين وشهدت مشاركات بحرينية سواء على المستوى التقني أو الفني. والبداية طبعا مع لقاءات الناس اللي أجريناها لنبين من خلالها ونؤكد أيضا على الفكرة والغاية من تقديمنا لهذا البرنامج، وننوه أن جميع اللقاءات اللي شفتوها وبتشوفونها من خلال الحلقات القادمة بإذن الله أجريناها قبل بث حلقات البرنامج، لأن يمكن أحد يستغرب يعني من عجز الكثيرين عن تقديم إجابات صحيحة، رغم أن الحلقة الأولى والثانية يمكن يعني جاوبت على بعض الأسئلة، وخصوصا السؤال الأهم المتعلق بأول عمل درامي تم تصويره في البحرين، لذا وجب التنويه. متى بدأت الدراما البحرينية؟ والله شوف، أتوقع أنا نهاية الثمانينات، أتوقع أنا بالنسبة لي الدراما البحرينية هي ثاني درامتي عقب الكويتية، يعني من أقول الدراما الكويتية البحرينية هي أفضل دراما في الخليج عندنا. أتوقع نهاية الثمانينات بداية التسعينات يعني بدأت الدراما عندنا. المسلسل ما أذكره بالضبط، العمل الدرامي ما أذكره بالضبط، كنا العين شيء العين كذي العين ما تذكر، بس إنه أتوقع مع الغزو، يعني مع غزو الكويت أتوقع إنه بدأت الدراما البحرينية. إن هي والله حقيقة أنا أشوف التسعينات طبعا أكثر شيء. في فترة السبعينات تعتقد ما كان عندنا أعمال درامية؟ لا أتوقع، بس أقول لك مو بحاضرني اسم المسلسل، هو أتوقع عقد دم من أم هلال. والله كأمانة إذا ما خبني الظن في السبعينات، 76 77 يعني في حروة هالفترة. طبعا أول عمل بحريني يعني أكيد بيكون غريم، بس يعني صراحة ما تشوفه طبعا اسم العمل ما يحضرني، توقع في الستينات إذا مو قبل بعد. والله بدوك الكذب، بس أنا لحقنا على أبو تعب أول شيء الثمانينات، نهاية الثمانينات يعني على يومنا. غناوي أبو تعب؟ غناوي أبو تعب بداية التسعينات. بداية التسعينات. زين، تذكر شيء من يعني الأعمال البحرينية؟ في أم هلال، بوتعب، سعدون، حزاوي الدار، فرجان الأول، بيت العود، لكن نتابعها أول بأول يعني. شنو تذكر من الأعمال السابقة؟ تذكر من المسلسلات القديمة، كانت من القديم كان سعدون وغير سعدون، هالأمور ذي كلها. كي إيه هالأمور هذي كلها إيه؟ شطلع فرجان الأول، برايحنا، وهالأمور هاي ليها المرحلة وقفوا هما. تابعت أعمال درامية بحرينية؟ وايد. تذكر منها شيء؟ برايحنا. تذكر أعمال من فترة السبعينات أعمال درامية؟ في أعمال اللي هي مثلا عندك أم هلال فترة السبعينات، هاي منتصف السبعينات أم هلال. لا استغفر الله، أم هلال استغفر الله في الثمانينات، اللي في السبعينات اللي هو الباز وقي. We'll be right back.
توقفنا في الحلقة السابقة مع الأستاذ محمد الجزاف والحديث عن التجارب الأولى في الدراما التلفزيونية وحديث الأستاذ المخرج عبد الله يوسف بعد المشاركة في المسلسلين اللبنانيين واللي كان طبعا المشاركة محدودة نسبيا. تلا ذلك حضور الأشقاء من الكويت إلى البحرين لتنفيذ عمل كويتي باسم في منتصف الليل، بطولة المرحوم خالد النفيسي وأسمهان توفيق واستقلال أحمد والممثلة المصرية مديحة سالم. شارك فيه من الجانب البحريني كل من عبد الله وليد وسامي القوز وقحطان القحطاني وشفيقة يوسف والمطرب إبراهيم حبيب والمخرج حسن عيسى كممثل ومساعد مخرج. تدور أحداث المسلسل في منتصف الليل حول عائلة تعيش حالة من تضارب المصالح، ويتسيد هذه الحالة الأب البخيل اللي يتعرض للقتل، فتحوم الشبهات حول أفراد عائلته ويتم التحقيق مع جميع أفرادها إلى أن يتم التوصل إلى القاتل فيما بعد، والمسلسل يعتبر من الأعمال البوليسية. مصيبة عمتي مضاوي، عمتي سلامة، لحقوا لحقوا، عمتي هند ما أدري إيش فيها. هند هند هندي حبيبتي ردي علي. هند هند إيش سويت بروحك؟ يا رب ما أدري إيش صار فيها يا هند. قريب. نعم عمتي. زتات ذهب ذهب سيارة، خلنا نوديها طبيب. إن شاء الله عمتي. شوي زين، سلامات، ماكو شيء. أرجوك يا خالد، كلامي هذا لازم يتنفذ. بس يا أخ منصور. اسمع خالد، أنا قررت وهذا قراري النهائي، وبالمعاملات جاهزة للتوقيع بعد يومين أو ثلاثة بالكثير. حاضر، بعد ما تخلص الإجراءات إن شاء الله أكون عندك هنا موجود. إن شاء الله. السلام. استأذن. حياك الله. أنا السبب يا طارق. كل شيء يهون. المهم صحتك أنت الحين. يا ليتني ما قلت لما تزوجتك. كان ما صار فيه كذي. الصدمة كانت قوية علي، ما تحملها. لا في ذلك حكمة. يمكن الله ما يبي يفرقنا عن بعض. علمتهم من اللي قتلني. ارفع الجثة. أرجوكم ما حد يغادر البيت لحين استكمال التحقيق. كان هذا العمل فرصة أخرى وجيدة أتيحت للممثل البحريني لإثبات وجوده على ساحة الدراما الخليجية، وفرصة أيضا للتعامل مع فنانين طبعا خليجيين لهم باع طويل في هذا المجال، وأيضا فرصة
للتعرف على كيفية حركة الكاميرا طبعاً التلفزيونية وسياق الكتابة الدرامية والديكور التلفزيوني. فكان من ضمن الفرق أو المؤسسات الإنتاج الخاص مؤسسة كان الأستاذ حسين الصالح المخرج المسرحي في الأساس والتلفزيوني حسين الصالح اسمه في منتصف الليل 13 حلقة كان بطولة خالد نفيس الله يرحمه وجاسم النبهان المخرج كويتي والعمل كويتي ومطعم الفريق بمجموعة بحرينية وأذكر منهم عبد الله وليد أذكر بعض جاسم شريدة في بعض الإخوان يعني في المسلسل. عام 1978 كان عام البداية للأعمال الدرامية البحرينية الخالصة بعد أن صقلت التجارب شبابنا من خلال الأعمال العربية اللي تم إنتاجها وتصويرها في البحرين واللي شهدت طبعاً مشاركات بحرينية محدودة على المستوى التقني وأيضاً المستوى الفني كما أشرنا في الحلقات السابقة. فكانت البداية من خلال سباعية كتبها الأستاذين محمد الجزاف ويوسف السند عنوانها بغاها طرب وأخرجها طبعاً البحريني خالد الجودر. السباعية عبارة عن عمل بحريني يجسد قصة فتاة ارتبطت طبعاً بعلاقة حب مع أحد الشباب فأرادت تقدم لخطبتها لكن الأب رفض هذه الخطبة بناء على أمور مزعجة سمعها من الناس عن هذا الشاب. فتضافرت جهود البنت وأخوانها والشاب المتطلع لخطبتها في سبيل إقناع الأب الموافقة على إتمام الخطبة وبطرق عدة كان من ضمنها تظاهر البنت بالمرض النفسي وأيضا تقمص الشاب اللي يريدها زوجة له لشخصية الطبيب واللي استطاع في نهاية المطاف أن يقنع الأب أن علاج ابنته طبعا يكمن في الموافقة على زواجها من الشاب المتقدم لها. وقد اكتشف بعد ذلك طبعا الأب أن الطبيب المزعوم هو نفس الشاب اللي كان يريد التقدم لخطبة ابنته طبعا ورفض في بادئ الأمر دون حتى أن يقابله كما يتضمن العمل محور يسلط الضوء على حالة الصراع بين الأفكار التقليدية والمحافظة وبين أفكار ورغبات طبعا الشباب الحديثة أو المنفتحة إلى حد ما. نعيد ونذكر أن هذه التجربة كانت فيها الجهود بحرينية خالصة من كاتب وممثل ومخرج وفني وقصة أيضا لذلك هذا العمل يعتبر هو أول عمل بحريني يتم تنفيذه بجهود بحرينية 100%. يما أنا أحبك ومستحيل أقول لا تخلى عني أو أنسى مستحيل. يا بنتي حطي عقلك في راسك ولا سوي في روحك هالشكل. يما أنا متضايقة متضايقة وايد واللي مضايقني أكثر أبوي. يا بنتي انت تعرفين ابوك وتعرفين طبعه ومن هالشكل اقول لك خلينا ناخذه بالطيب. بس يا يما ابوي ما يمشي مع الطيب ونعرف اني احب ابراهيم بشيل البيت على راسه. كما قيل التضحيه الكبيره سهله لكن التضحيات الصغيره المتواضعه صعبه. تخيلوا لما مجموعه من الفنانين تسعى بكل الجهود لتنفيذ عملها الدرامي مستعينه بديكورات عمل اخر تم تنفيذه. صحيح أنها تضحية صغيرة لكنها في عالم الفن من أصعب الأمور اللي ممكن أن يقبلها أي فنان ولولا التضحيات الصغيرة المتواصلة لما حققت الدراما المحلية شيء يذكر. فعلا الفن حياة ولا توجد حياة بدون حب ولا يوجد حب بدون تضحية ولا توجد تضحية بدون نجاح. منك المال ومن هالعيال الله يبارك. مبروك يا ابراهيم مبروك مبروكين مبروك الله يبارك مبروك 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 يا عواطف. شلون من ابراهيم اه
واشتغلوا طبعا تصوير داخلي، يعني معظم التصوير قبل كان كله داخلي في الاستوديو، يعني استوديو ثلاثة كان يعني يسع له حوالي يعني 4-5-6 لوكيشنات يسع له يعني كان بحجم يعني. وبعد ما خلصوا المسلسل بقى الديكور موجود، فاحنا من فضولنا يعني من متابعتنا وشغفنا يعني ملامسة التجربة او البدء في التجربة، طلب من وزارة الاعلام ان الديكور كان موجود خلينا نصور فيه يعني شيء محلي كتجريبي يعني. وانا كان عندي ناس اسمه بقى طرب بعد من ضمن اللي يلست يعني ايضا ورشه لي انا ككاتب او كبدايه ان صح التعبير للكتابه في التلفزيون مع الاخ يوسف السند مع الاخوان سعاد وغيره، وبدايه يعني بدايه تنقص الكثير يعني من المقومات العمل الكتابه للتلفزيون. وبدأنا في تصويرها التلفزيون وزارة الإعلام طبعا الأستاذ طارق الله يرحمه قال اشتغلوا عليه ووفروا لنا تصوير ووفروا لنا بعض الأشياء وإنتاج يعني داخل يعني لا عندنا أجور ولا عندنا إحنا مجموعتنا مسرح الجزيرة ذاك الوقت مع بعض الإخوان في يعني المشتغلين معنا اشتغلنا بهذه في هذه التجربة. عن مسلسل بقاها طرب وقصص أعمال أخرى نكمل في الحلقة القادمة في أمان الله.